التوحد حالة خاصة جدا تمس أكثر مجالات التواصل والحياة الاجتماعية للطفل. دراسات عديدة تأكد على ارتفاع نسبة المصابين بهاي الحالة، ففي كاليفورنيا مثلا وخلال الفترة الممتدة ما بين 1987 و 1998 ارتفعت نسبة المصابين بنحو 300%. فشو هو التوحد؟ شو أسبابه؟ وهل في علاج للتوحد؟ أسئلة خطرت في بالنا وحبينا أن احنا نطرحها على ربا اليوم. مساء الخير ربا. مساء النور دينا. في بداية كذي موضوعنا خليك تعرفين لنا التوحد عن مفهومه العلمي. طبعا هو تعرف عليه مش شرط انه يتغير، تعرف ابحاث كثيره ودراسات عديده اول باول بالضبط مستمره دائما فعم بتغير، بس هو اجمالا خلل تطور عند التطور وبيأثر على خلل تطور حالات من الصعوبات عند الاولاد اللي ممكن تصيبهم المدمنه وهي واحده منهم وبيأثر على عده مهارات عند الطفل بدون ما كل ان هاي الاعراض تستمر عند الطفل. هي يمكن من اهم الاعراض التواصل، تواصل الطفل مع العالم الخارجي والعالم اللي حوله. بس التواصل لما يكون الحاله شديده عند الطفل، التواصل يعني باوسع من ما احنا بنعتبر التواصل، انه التواصل لدرجه انه ما بيطلع بعيون الناس، ما بيبادل المشاعر، مثلا الاهل بيقول لك انه ما بيحب يحضننا ما بيحضننا، لما نحضنه ما بيطمئن الطفل، ما في استجاب. اجمالا كثير بيحبوا يكونوا بعالمهم لحالهم لدرجه في منهم ممكن يوقفوا بطرف بالغرفه ما يختلطوا بالناس اللي حواليهم. حتى بصفوف بتلاقي انه في اطفال ممكن يكون على الجنب قاعدين على جنب لحالهم. مزبوط مزبوط، بس احنا ما بدنا نخوف الاهل، فيعني اذا ممكن نوضح بالضبط، لانه بعدين الاهل بيقولوا طب انا ابني مش اجتماعي بركي صار عنده توحد، ما بده الكل يحس انه توحد في كل الاولاد. واصلين لهالنقطة، بس انا حابة اسألك، انت ذكرتي قبل ما نبلش انه على الاعراض، لا بدبي كثير عم بيزيد التوحد وبالعالم العربي بالضبط. حابة شوي نفوت بهالموضوع. مش بس بالعالم العربي، بالعالم ككل عم بيزيد هلا. طبعا مشان هيك يمكن زادت الابحاث، لانه صار في نوع من القلق انه ليش عم بتزيد الحالات. صحيح، اذا نسبة في منطقة واحدة وصلت مثل ما قلت 300%. مزبوط. عالية مزبوط. جدا. هلا هو طبعا في عده اسباب، السبب الاول انه التعرف عليه صار احسن، انه واحد انه التشخيص، اساليب التشخيص تحسنت، فصار التعرف على الحالات تزيد. يعني قبل ممكن الناس كانوا يقولوا عندهم مثلا مشاكل الانتباه، تشتت الانتباه او انفصام الشخصيه او تاخر ذهني، فكثير منهم كانوا اوسع كمان، فصارت الحالات اكثر. هذا من الاسباب الرئيسيه. الاسباب الثانيه طبعا تحت الدراسه، في ناس بيقول لك انه من الكيماويات بالاكل، في ناس بيقول لك انه نوع من الحساسيه، الجينات دائما يعني لدرجه انها كمان رجعوها للحاله النفسيه اللي الام تكون فيها خلال فتره الحمل انها ممكن تخلق لها طفل. هاي لا، هاي كانوا يحكوا فيها وكانوا يقولوا انه الام السبب او التربايه السبب، بس بعدين الحمد لله تقدم العلم وخلص هلا قرروا انه لا ما الها. الشيء الوحيد اللي هلا عم بيلاقوه، طبعا السبب الجيني موجود، الشيء الثاني اللي عم بيلاقوه انه في عم بحاولوا هلا يلاقوا اي طرف او اي جزء من الدماغ هو اللي عم بياثر على الشخص انه يكون في توحد. وفي كثير من الدراسات عم بتشير على مثلا الجزء بالدماغ اللي بتعرف على الوجوه. لنقول احنا عندنا مثلا 600 بارتيكل بعقلنا بدماغنا انه بتتعرف على وجوه، ممكن العقل اللي عنده اوتيزم يكون عنده بس 20. ففي نقص في بعض اجزاء الدماغ اللي عم بتاثر عليهم على اسلوبهم بالتواصل وعلى اسلوب تطورهم الذهني مع يعني على مدى الحياه. مثل ما قلتي هو مزمن، مش شرط تطور الذهني، لانه هو في مثل ما قلنا تسلسل شده الحاله، ففي منهم بيكونوا اسكى وحياتهم يعني مستوى الذكاء عندهم عالي بسموهم اسبرجرز، وفي منهم الحاله الشديده اللي عم نحكي عنها اليوم نركز عليها. هلا اهم شيء انه اللي يعرف الاعراض، انه الاعراض بدنا نفكر بالاعراض الموجوده، اهم شيء هي اول وحده التواصل الاجتماعي او عدم التواصل الاجتماعي. الشغله الثانيه انه عدم الابداع وعدم التخاطب، انه استعمال اللغه بطريقه صحيحه، انه ممكن ما يقولوا انا لفتره طويله من عمرهم، بضلوا ينادوا حالهم باسمهم، انه انا بدل ما اقول انا عطشانه اقول ربج عطشانه. ففي خلل بتطور اللغه، في منهم ما بيحكوا، بعتمد على مستوى الذكاء، كل ما كانوا اذكى كل ما تعلموا اكثر، اذا كان مستوى الذكاء عندهم واطي ممكن ما يتطور اللغه ابدا، يضلوا بس بالاصوات. وكثير منهم عندهم حاله التكرار بالحركه، كثير منهم مثلا بيعملوا هيك بايديهم او لما يتحمسوا عندهم حركات بيعيدوها باستمرار، كثير منهم عندهم هوس بشغلات معينه، انه ممكن لعبه معينه لازم يضلوا ماسكينها كل نهار.
فهاي الشغلات، عدم التبادل النظر، عدم التغيير بنمط اللعب، يعني ممكن لهم انه بيلعبوا بالقطارات او بالترينات او بالسيارات اللي هو، بس ما بيغيروا. يعني انا بيجوني كثير اهل مثلا بقول لك طب احنا ابننا بيعمل الكرتونز وبمسك الشغلات وبحكي مثل الكرتونز، بقول لهم بس بغير. يعني الاهل اللي بيجوا لعندك عم بيشتكوا عن اولادهم اللي عندهم توحد، شو اكثر شيء بيلاحظوه بالاولاد لما يكونوا عم بيلعبوا؟ اكثر شيء بيحكوا فيه عدم التواصل. بيجوا بعدين كثير منهم بيجوا لانه في عصبيه زياده عند الطفل ومش فاهمين ليش في عصبيه، لانه كثير منهم عندهم حساسيه بالنظام الحسي اللي عندهم، بيكونوا كثير حساسين للصوت للضوء. شو بيحسوا فيه؟ يعني بيحسوا بانزعاج منه، بيسمعوا الصوت باعلى مستوى من اللي احنا بالضبط بيكون عندهم حتى اللمس كمان. هي اكثر الحواس اللي مش بس حواس اللي احنا بنعرفها مثلا من العيون والنظر والسمع، برضه الحواس التوازن واللمس. فممكن انه منهم تمسكيهم يقولوا لك مثل اللي عم بضربهم ضرب، يعني تكون لمسه خفيفه، هن يعني حاسه الوجع عندهم زياده عاليه زياده عن اللزوم بدل ما تكون، او مرات بتكون واطيه انه ما بيشعروا الم، في منهم ما بيشعروا الم، وهذا طبعا بخوف الاهل انه عمره ما ببكي. بس الحواس برضه انه الصوت، كثير منهم بيسمعوا الصوت عالي كثير. انا لما زرت مره مركز التوحد هنا في دبي، مجرد فتحنا الباب لانه دخل ضوء خارجي من الشمس برا والغرفه كان قام يصرخ، انا بنفسي اندهشت انه ليش كذا يصير، بس قالوا لي انه هو هي الحاله وهي هي طبيعتهم. بعدين فبالنسبه للاهل بقول لك طب احنا ما عملنا شيء، ما عملنا شيء، وقعد يصيح الطفل كل النهار كل وقت معصب وصياح وما في حدا، ما في شيء بيرضيه وما ما بيروق على شيء. بعدين منهم هذه من احدى العلامات انه مش بسهوله انه بيرضى، وبنفس الوقت انه حساس بشغلات مش واضحه للناس الثانيين اللي حواليه. برضه طبعا المشكله اللغويه بتكون دائما موجوده، التواصل دائما موجود. بعدين الشغله الثانيه انه في منهم كمان بيكونوا كثير صعبين بالاكل، برضه من الحواس، بيكون مرات التم حساس، ففي بعض ما بتقبلوا اي اكلات، ما بتقبلوا اي اكل. اجمالا طبعا مش كلهم، بس لنقول 80% بحبوا الاكل الناشف او بحبوا الاكل يكون متفرق مش مخلوط، انه الرز ابيض ابيض ابيض، اللحمه ما تكون طرق الرز، اللحمه مثلا الرز اذا عليه لون نقطه شيء بطلوا ياكلوه. يعني عندهم اساليب، عندهم بحبوا الروتين، اذا تغير الروتين عليهم ولو شوي بنزعجوا زياده عن اللزوم، مش ازعاج عادي، انه بأثر عليهم بطريقه كبيره، انه الاهل بيستصعبوا يتحكموا فيهم. مشكله منا سهله، خلينا نوصل لطريقه التعامل معها او العلاج. هلا العلاج طبعا انه وصلوا لعلاج، ما اعتقد وصلوا لتحسين الحاله، تحسين الحاله بس انه علاج انه ايش الولد ياخذ دواء وهيك للاسف ما في، ولا انه في فحص طبي، انه ولا انه في فحص طبي نكون متاكدين 100% انه هذا توحد. هي اكثر من خلال الكويشنيرز الكلينيكيه، ومن خلال انه الواحد ملاحظات ومراقبه الطفل بجو البيت جو المنزل. وهي مش سهله الواحد يشخص الطفل، يعني انا كثير ضد اللي بيقولوا لك مرات بيجوا اهل بيقولوا لك رحنا عند دكتور بعد 5 دقائق قلنا في توحد، ما حدا بيقدر يقارب 5 دقائق انه في توحد عند الطفل. بس الشغلات اللي ممكن يعملها الاهل، اذا مثلا في علاج، اذا في مشاكل لغويه يتجهوا على طول على علاج النطق، لانه هذا بيساعدهم على تربيه اللغه وتنميه اللغه والمهارات اللغويه، حتى بالتواصل شوي بيساعد. في هيئات بيشتغلوا بطريقه البيهيفيرال مع الاطفال، هون موجودين بدبي كمان للي عندهم مشاكل سلوكيه سيئه جدا. في مثلا بالنظام الحاس، اذا عندهم الاولاد حساسيه زياده او انه انخفاض بالاحساس، ممكن كمان يروحوا على العلاج الوظيفي. فكثير من الاولاد بتصير عندهم نوع، يعني هو للاهل متعب جدا لانه بدهم يجيبوا حدا على البيت يساعدهم بالترويض او التربيه بالنسبه للسلوك، بدهم يتجهوا لعلاج الناطق، بدهم العلاج الوظيفي، يعني مبالغ بتنصرف على الاولاد. وايضا توفر يمكن خبرات ايضا في هذا المجال، الحين ما اصبحت بالعدد الكبير الكافي من المرضى من الاطفال، يعني مزبوط مش كافي الموجود، مش كافي مزبوط. انا هون حابه ربا اشكرك على تناولك معنا لهالموضوع، يمكن موضوع بهم كثير من المشاهدين، اكيد اللي عندهم اولاد مصابين بالتوحد. شكرا كثير لك. اهلا دينا.